يوسف شعبان وخلل في وظائف الكلى ومنعه من الكلام. قال مصدر طبي من الفريق المعالج للفنان القدير يوسف شعبان أن الحالة الصحية له غير مستقرة، وأنه داخل العزل في الوقت الحالي ومستشفى العجوزة، وأن حالته تدهورت بشكل مفاجئ مما جعلهم يضعوه على أنبوبة حنجرية من أجل انتظام حالة التنفس. أشار المصدر الطبي أن يوسف شعبان دخل المستشفى وهو يعاني من خلل في وظائف الكلى، وأنها أثرت عليه في الوقت الحالي، ما جعلت الفريق المعالج له يعطيه بعض الأدوية من أجل محاولة علاج هذا الخلل. أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا، وأعلنت ابنته زينب أن والدها لا تزال حالته مستقرة لكنه داخل العناية المركزة، وذلك في رد منها على بعض الشائعات التي ترددت بشأن وفاة والدها، وقالت أنه كان في لبنان. طلبت زينب بضرورة الحرص في تناول الأخبار المتعلقة بصحة والدها، لأن مثل هذه الأنباء غير صحيحة وتؤثر سلبا على الحالة الصحية لوالدها، أملا في أن تتحسن حالته خلال الفترة المقبلة. بعد هذه التصريحات لابنة الفنان يوسف شعبان، كشفت منذ دقائق عن تدهور حالته الصحية، وأنه احتجز داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، وقالت أن والدها فقد الوعي وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث طلبت جمهوره بالدعاء له بتجاوز هذه الأزمة. على الجانب الآخر، كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان ومروره بمرحلة حرجة متأثرا بإصابته بكورونا، وأوضحت أن تدهور حالة الفنان الكبير دفعت الأطباء إلى نقله للعناية المركزة وإيصاله على أجهزة الأكسجين بسبب نقص نسبة الأكسجين في الدم، مؤكدة أنها تتواصل بشكل دائم مع الأطباء في المستشفى لمتابعة حالته الصحية ومعرفة آخر المستجدات، مناشدة محبيه بالدعاء له. وكانت نهال قد نفت قبل ساعات قليلة خبر وفاة الفنان يوسف شعبان الذي انتشر بشكل كبير أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حالته مستقرة لتعود بعدها وتكشف عن تدهور صحته ونقله للعناية المركزة. يذكر أن آخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام خلال فيلم المشخصات 2، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة محسن ممتاز التي قدمها في مسلسل رأفت الهجان. لليوم الرابع على التوالي يركض الفنان الكبير يوسف شعبان داخل غرفة العناية المركزة. استدعت حالته الصحية مؤخرا نقله إلى الغرفة بسبب تدهور شديد في حالته الصحية. قالت السيدة إيمان زوجته أن زوجها كان يشعر بالإجهاد منذ يوم الجمعة الماضي، وتوقعت أن يكون شعوره بالتعب يرجع إلى جلسة الغسيل الكلوي التي أجراها في نفس اليوم، مشيرة إلى أنه عادة يكون مجهدا بعد جلسة الغسيل، لكن مع الوقت اكتشفت ارتفاع درجة الحرارة ثم انخفاضها ومعاودتها للارتفاع، فقررت الذهاب به إلى المستشفى، وتم حجزه يوم الأحد والإثنين، وتم نقله يوم الثلاثاء إلى مستشفى العجوزة. وجهت السيدة إيمان الشكر للفريق الطبي المعالج داخل مستشفى العجوزة لحرصه على اتباع الإجراءات الاحترازية والعزل، وقالت أعلم الإجراءات لكن نفسي أشوفه، مضيفة الزيارة ممنوعة وعارفة أن الحالة النفسية نصف العلاج، وواثقة أني لو شفته من خلف الزجاج حالته هتتحسن، موضحة أنها لم تستطع الحديث معه هاتفيا سوى مرة واحدة فقط، والأطباء يؤكدون أنه لم يفقد الوعي ويستجيب للعلاج لكنه لم يتصل بها سوى مرة واحدة. الفنان يوسف شعبان من مواليد 16 يوليو عام 1931 قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وكذلك المسرحية نحو 50 عاما، كما كان نقيبا
للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 97 إلى عام 2003. بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف والمخرج بركات، ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلما سينمائيا. وفي سنة 95 قرر الابتعاد عن المجال السينمائي والاكتفاء بتمثيل مسلسل واحد أو اثنين في السنة للتركيز في مهمته الجديدة كنقيب للممثلين. بدأ مسيرة أعماله التلفزيونية منذ عام 63 وقدم أكثر من 130 مسلسلا أبرزها العائلة والناس والشهد والدموع والوتد وليلة الدغري ولحظة ضعف ورأفة الهجان، وتألق به بشكل بارع في أدائه لشخصية محسن ممتاز، المكان المقصود وأعمال رجال والتوأم وضد التيار وأميرة في عابدين وامرأة من زمن الحب والضوء الشارد والمال والبنون، والجزء الأول من مسلسل حول السيرة الهلالية بنفس العنوان وغيرها من الأعمال، وشارك في مسلسل الحقيقة والسراب والكثير من الأعمال المميزة التي قدمها لنا الفنان يوسف شعبان. مشوار طويل من الأعمال الفنية التي قدمها الفنان يوسف شعبان، وكلها من الأعمال المميزة التي أضافت له العديد من الأشياء الجميلة. حياة الفنان الاجتماعي، تزوج 4 مرات ولكل زيجة حكاية وقصة مختلفة. فقد تزوج الفنان يوسف شعبان من ليلى طاهر على خشبة مسرح أرض النفاق التي شهدت قصة حب الفنان يوسف شعبان والفنانة ليلى طاهر، وقتها كان سبقها الزواج 3 مرات وقررت إغلاق الباب ولم ترد الزواج، لكن الفنان يوسف شعبان نجح في كسر هذا الحاجز بقصة الحب التي نشأت بينهما. بالفعل بعد قصة حب وإصرار من الفنان يوسف أتمت الزيجة التي استمرت 4 سنوات، لكن الخلافات بينهما دبت مرات مختلفة كان أبرزها بسبب العصبية التي اتسم بها كل منهما، وأيضا الغيرة التي دبت في قلب يوسف حتى انفصل الثنائي ولم يثمر الزواج عن أطفال. الأميرة نادية ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق الأول هي الزيجة الثانية في حياة الفنان يوسف شعبان. وبعد قصة حب متبادلة تقدم الفنان الشاب وقتها لطلب الزواج من الأميرة نادية إسماعيل شيرين، لكن الرفض كان مصير طلبه. وبعد رفض شديد من الأسرة المالكة قرر الفنان الشاب يوسف شعبان مرات متعددة بحسب تصريحات سابقة له أن الأسرة المالكة رفضت أن فنان يتزوج من ابنتهم. تزوج بالفعل من الأميرة نادية إسماعيل شيرين، لكنها الزيجة لم تستمر طويلا، فكان الرفض ملازما للفنان الشاب بعد أن سافرت زوجته لقضاء أجازة الصيف في سويسرا مع عائلتها. عادت وطلبت الطلاق بعد إصرار من أسرتها المالكة، وانفصل الفنان يوسف عن زوجته الأميرة نادية بعد أن أنجبت ابنتهما سيناء. تزوج أيضا من الفنانة سهام فتحي، كانت الزيجة الثالثة في حياة الفنان يوسف شعبان، لكن الزواج لم يدم طويلا، فبعد أن قدم معا المسلسل الإذاعي الاعتراف الرهيب حدث الانفصال، وفرضت الفنانة سهام حديد حول حياتها الشخصية. للمرة الرابعة تزوج من إيمان الشريعان التي كانت من الكويت، التي تعرف على والدها خالد الشريعان أصحاب إحدى شركات الإنتاج، كانت الفرصة التي أدت إلى تعارفهما والإعجاب بها. تزوجها وأنجب منها أبناء زينب ومراد، وتعتبر هذه الزيجة هي الأطول في حياة الفنان يوسف شعبان.